لأن المشاكل العراقية يجب أن تحل بيناتنا كعراقيين. أنا أكثر من ذلك، سنصل إلى مسؤولين رفيع أو في الفصائل، يعني نصل إلى مسؤولين رفيعين بالإطار بعضهم أو محسوب على الإطار، مو بالإطار حتى لا أضلها، يروح للأمريكان يقول لهم يا بتر هذا رئيس وزراء مالتكم مو صادق معاكم ومو ضد الفصائل، بالعكس هو يطيل الفصائل سلاح تضربكم. هاي موجودة واقع حال؟ هذا واقع، ده مش مسؤول رفيع الآن. بوجود هذه المنظومة الخونة داخل الفصائل المقاومة وداخل الحكومة أو داخل الإطار التنسيقي، أكو سيناريو اللي يتحدثون عن العراقيين أنه لبداية الصيف لنهاية الشهر الثامن أو التاسع رح يكون بداية انهيار هذه الحكومة نهاياتها. لا أولا هذا أكثر حديث مطروح سيد بهاء. لا ممكن بقى. هو أولا الحكومة اليوم قوية، الحكومة قوية مو بي 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 بكتلتها، لان تدري ما عندها كتله، وهو الاطار حقيقه غير متماسك، والواضح جدا عند تشكيل الحكومات المحليه، شفت الصراع اللي موجود والخلاف والاختلافات. لكن وين هذه الحكومه لها مقبوليه من الشارع العراقي بشكل كبير، الناس تشوف اكو عمل اكو شغل، مو فد شيء كبير لكن يشوفون اكو شيء، ولذلك عاد الامل بالعراقيين. هذا التخوف اللي الشارع يحمي حكومه؟ اي ليش ما يحمي؟ الشارع اللي ما بيه صدر وما بي تيار يحمي حكومة؟ ممكن الصدر يطلع، ممكن الصدر وصف هذه الحكومة حكومة بن العباس بالتالي. هسه هم يصالحون بعد ايش مدرسة بن العباس مو فد مشكلة. أنا لا شوف السيد الصدر خليني أقول شيء، يختلف مع الحكومة بن العباس، يختلف مع الحكومة. السيد الصدر عندما يرى العراق بخطر فبالتالي يتنازل عن كله ويقف مع الوضع العراقي. انا اقول ويش اصلا سيد بها قبل تقول انت من شو كنت تعولون على الشارع انه ممكن يحمي حكومه؟ انا من ذاك الشارع هسه اقول الشارع الكاظم ايضا عول على الشارع ان يحمي، مو شارع هم يختلف، مو شارع التشريني، مو شارع التشريني، دول عامه الناس الاخرين اللي ما قد جاوا يردون هذا الشيء، هذا واحد، والتشرينيين ايضا يجوزون جزء منهم. انا ما دا اقول، انا وين اقول لك، انا دا ارجع على سؤالك هذا احنا ظلنا السياسيين نروج له. ليش؟ لان سوف تكون هناك حركات من عندنا ضد السوداني خلال الأشهر القادمة. ليش؟ بدي أقول لك خوف عندنا من نجاح السيد السوداني، عندنا خوف، لذلك مرة نعمل على انتخابات مبكرة، انتخابات المبكرة مرة تجي طلب من القائد الفلاني أو من الحزب السياسي، بعد تكون مطالب بالشارع العراقي، نحرك جمهورنا يا بها ناس طلعوا مظاهرات، خلي انتخابات مبكرة، الحكومة مو زينة، الوضع السياسي مو زين، فشلت في خروج الأمريكان، قتلوا عندنا فصائل، مرة لا. مرة شو نسوي؟ نسوي تعال نغير هذا القانون، نرجع إلى دوائر، وبعدها سيجيب أكبر إنه دوائر وسانت ليجو في آن واحد، وبالتالي ليش نمنع السوداني من أن يعني ياخذ راحته بالانتخابات ويحصد الأصوات اللي هو معول عليها والشارع معول عليها؟ لذلك هذه الدعايات السمعية شهر الثامن وسنة اللوخ وكذا، هذه احنا نطلعها حتى أو سياسيين حتى نلقى لها فد بنية عندما ينطرح هذا أزمة الكهرباء ما راح تكون